تحياتي للجميع والسلام عليكم من مدينة فيسيكيو. فيسيكيو من سراييفو إلى أنا منطلق إلى بانيا لوكا، لكن أنا متوقف قريت عن هالأهرامات. يا أخي شوفوا يا أخوان هالأهرامات، بس الحين الشجر باني عليهم. أهرامات ثلاثة، وهذا أكبرهم، أكبر هرم في الجيزة في مصر، تقريبا أكثر عن النص، 60% تقريبا أكبر عنه. هذه الأهرامات اكتشفهم عالم بوسني لكن أمريكي الأصل سنة 2005، وقام بدراسته. يعني شوفوا كيف اكتشفهم بالصدفة، وشوفوا شكلهم حتى لما جو حفرة وكذا، وشافوا أنفاق تحت في الأرض وكذا، وفي يعني في طرق أرضية، ونوع الحجر المستخدم في الصف وكذا، وجلس يدرس هل من الظاهرة هاي، يعني اكتشف ظاهرة غريبة، ظاهرة كهرومغناطيسية تشكل في هالمنطقة. وبعدين اتجاهات الأهرامات هاي شكلها حتى نفس الأهرامات اللي في مصر. الشيء الغريب فيها شكلها يعني واتجاهها ناحية نجم القطب الشمالي. استغربوا من هنا، يعني في علم قديم كان يعتمد على الأجرام السماوية، على النجوم، على كذا. شوفوا الفضول اللي فيني كيف أنا قريت عنها الأهرام وقلت خلاص ما دام إني رايح إلى بانيا لوكا بمر عليها، والمدينة هاي في الدر في نص الطريق، بس مريت أصور الأهرامات. بس طبعا الحين ما يتبين لأن الشجر باني عليها والحشاش، وشوفون. والغريب انهم ما حد يدري، يعني ما حد شك ان فكروها جبال عاديه لان الشجره مغطيها، لكن بالصدفه هذا العالم اكتشفه. العالم اسمه سمير عثمان جيش، يعني كلمه عثمان وحط وراها جيش. هذه مدينه فيسيكو. يلا سياره ترياني انفخه ناحيه بانيا لوكا. المدينه هيك بعيده، يمكن أنا أشوفني ببيت في مدينة قبلها، لأنها ما أعتقد أوصلها قبل المغرب، المسافة قصيرة، لكن الدرب المشكلة في الدرب جبلي. ونشوفكم إن شاء الله. هاي بس فقط معلومة أنا حبيت أضيفها لكم، الأهرامات اللي في البوسنة.